ماذا أفعل عندما أشرع في صلاة النافلة وتقام صلاة الجنازة؟ تستمر في النافلة، لا، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النافلة إذا أقيمت الفريضة، لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا في الفريضة. أما من أقيمت صلاة الجنازة وهو في نافلة فإنه يستمر في نافلته ولا يقطعها.